بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. عدة عقبات لابد أن نستحضرها أمامنا ونحن نسير في الطريق. واحد ماشي في سكة لو مش واخد باله إن في عقبة ممكن يكعبل فيها، ولو العقبة عالية شوية ممكن يتخبط فيها، ولو هي عالية فوق خالص ممكن يرتد على عقبيه من الخبطة الجامدة اللي هو مش منتبه لها. صح ولا غلط؟ واحد ماشي في سكة مش واخد باله انه في حيطة في وشه، راح جاي خابط فيها اتعور ورجع، مش كده؟ ففي حاجات مطلوبة مننا لازم ناخد بالنا منها إذا كنا عايزين نخدم الإسلام، إذا كنا عايزين نبقى جنود للإسلام. الناس مش عارفة الدين، ومش عارفة أهل الدين، أشياء كثيرة جدا يحتاجوا إلى أن نبينها لهم. من أعظم المرحلة القادمة اللي احنا مقدمين عليها دي مرحلة قطاعات كتيرة من الناس بدأت تسمع عن الالتزام وعن أهل الالتزام وعن الاتجاهات الإسلامية وخايفة منها، واخدة موقف أحيانا يكون عدائي منها، واخدة موقف سلبي متربص بسبب أنها مش عارفة. يبقى احنا أول عقبة، عقبة الجهل دي، لابد أن نعالجها. جهل عند الناس نعالجها بالدعوة إلى الله عز وجل، نعالجها بأن احنا نبين للناس الإسلام ونجيب عن شبهاتهم، والأمور سوف نجد قدر كبير جدا قد أزيل من الموقف العدائي أو الموقف السلبي أو الخوف عندما يصل إليهم الحق. طب ومين اللي هيوصل لهم بقى؟ واحد هو نفسه جاهل، هو نفسه مش عارف، هو نفسه ما تبناش من جوه، هو نفسه ما عندوش علم. يبقى لابد ان دي العقبة اللي جوانا احنا بقى، ان احنا نتغير بجد، يكون عندنا علم. في مسلسل عمر بن الخطاب، مش كده؟ في منكر، وفي ناس كتير قوي بيقولوا اول مرة نعرف كذا وكذا وكذا وكذا. من الحاجات اللي موجودة، الناس يعني تحتاج إلى من يعرفها وسطنا احنا، فلا بد أن نكون نحن على علم. يبقى لازم نحط لنفسنا هدف عشان نتغير ونزداد علما بالإسلام، بالقرآن، بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. كم واحد في ثالثة إعدادي فما فوقها؟ من أول داخل ثالثة إعدادي. طب حسأل سؤال، كم واحد منكم قرأ رياض الصالحين؟ طب من الجالسين كلهم قرأ لغاية ما خلصوا، قرأ رياض الصالحين لغاية ما خلصوا، دي نسبة كويسة ولا نسبة ضعيفة؟ أنا شايف إنها نسبة ضعيفة. فده مثال إن إحنا عايزين يكون لنا هدف، إن إحنا حتى نتذوق طعم القرآن لابد أن نقرأ التفسير. قال ابن جرير رحمه الله: عجبت لمن قرأ القرآن
كيف يلتذ بقراءته وهو لم يعلم تفسيره. يعني بيتعجب ازاي اللي ما عرفش تفسير القرآن ازاي بيتلذذ بالقراءة وهو مش فاهم هو بيقرأ ايه. محتاجين نتعلم تفسير القرآن، محتاجين نعرف حديث النبي عليه الصلاة والسلام. عايز اتفق معاكم ان كل واحد يجيب من مصروفه نسخة صغيرة من رياض الصالحين، ها جبناها ببلاش، وقبل رمضان ما يخلص هاجي لكم مرة تانية بعد رمضان ولا في العيد اسأل كم واحد خلص رياض الصالحين، تبقى النسبة 100%. نحط هدف لينا كده قبل رمضان ما يخلص نكون كلنا مخلصين رياض الصالحين. اتفقنا؟ اللي موافق يرفع ايده. طيب ماشي، اتفاق. حطينا هدف ان احنا عايزين نتخطى عقبة الجهل اللي جوانا عشان نقدر نبلغ الناس، عشان نقدر نقول للناس ايه هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء به. نقول ايه هو كلام ربنا سبحانه وتعالى ثم كلام النبي صلى الله عليه وسلم. في عقبة من العقبات الخطيرة تضيع الوقت. تضيع الوقت سمة أساسية لشباب ورجال ونساء اليوم. كمية اللي قاعدين على قهوة أكتر منكم، اللي واقفين على النواصي يضيعون الوقت، والتلفزيونات اللي عمالة تقتل القلوب قتلا. التلفزيون ده الحاجات اللي بتعرض فيه بتموت. المفروض يكتبوا على كل مشاهدة هذا المسلسل تسبب الوفاة للقلب، زي ما كاتبين عليه السجاير، المفروض يكتبوا كده مشاهدة المسلسلات تسبب الوفاة للقلب والمرض. فجزء كبير جدا وقت ضائع. فأنا من ضمن الأسباب الأساسية لتضييع الوقت إن أنا ما بحطش لنفسي برنامج. كنت في الصيف ولابد يكون في برنامج لكل واحد شخصيا، يحط لنفسه برنامج ال 24 ساعة بتاعته، عارف هو هيعمل ايه. زي ما بقول كده، لو واحد مش حاطط لنفسه ان هو يختم القرآن مرة او مرتين في رمضان، الافضل يختمه كل اسبوع مع التدبر، فهتبص تلاقيه الوقت بيضيع منه في المناقشات السياسية والاخبار إعلامية، وكلها تضيع وقت والناس مشغولة عمالة تضيع. أنا لو قلنا مثلا شكل الحكومة القادمة، خد كام سنة من عمر 85 مليون مصري؟ نيجي نحسبهم إن كل واحد يتكلم في شكل الحكومة القادمة وفلان وزير وفلان مش وزير من أول بتاع ستة ابتدائي لحد الراجل اللي قاعد على القهوة وهو شعره شاب بيلعب طاولة في رمضان. واحد بص لقى ناس كده قاعدين على القهوة عمالين يلعبوا، وناس خلاص رجلهم والقبر وعمالين يلعبوا طاولة. والرسول صلى الله عليه وسلم بيقول من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. المهم بقول لكم اضرب بقى لو كل واحد خد ربع ساعة بس في شكل الحكومة الجديدة والمشاكل اللي حواليها، في 85 يبقى عندنا بتاع 22 مليون ساعة. اسمه ده لو ربع ساعة في اليوم، ولو في خلال الأسبوعين اللي فاتوا والمناقشات بقى من يوم ما الثورة قامت، هقول لكم إن إيه ممكن نوصل ليعني عدة آلاف أو عشرات الآلاف أو مئات الآلاف من السنين. تخيلوا كده في الكلام الفاضي. الكورة بتاخد وقت قد ايه من عمر البشر؟ الكورة بتاخد من حياة البشرية قدر كبير جدا. فاحنا عايزين نحط لنفسينا برنامج وعايزين نراقب الوقت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. والفراغ ده
اللي ما بيشغلوش بطاعة الله لابد أن يشغله بالباطل. نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. وبناء الشخصية من الداخل، بناءك أنت من جوه، إن أنت يبقى عندك علم وإرادة. الأمر ده مش سهل. عندك علم وتصور وفهم عن كل جوانب الحياة من منظور الإسلام، وعندك إرادة ورغبة أنت عايز إيه في الدنيا. في واحد عايز، يعني عايز أقول لكم حاجة، الصراعات اللي احنا شايفينها دي على الجاه والملك والرئاسة وسفك الدماء اللي في سوريا واللي في بورما واللي في ليبيا قبل كده واللي في مصر، كل ده لأن اتغرس في نفس الرجال بتوع دلوقتي اللي هم اللي ماسكين وهم أطفال وشباب، اتغرس في نفسهم أن أعظم شيء أن أكون رئيسا، وآخرون أعظم شيء أن أنا أكون غني ومعايا فلوس، وآخرون أعظم شيء أن أنا بمشهور والناس تشاور عليا، سواء لعيب كورة سواء مذيع تلفزيون سواء ممثل سواء شيخ. ده ممكن يكون كده برضو، ان ممكن تبقى الاهداف ان الانسان يبقى مشهور وخلاص، وبالتالي تبدا الصراعات والتنافسات على الدنيا، ويبدا سفك الدماء احيانا، انتهاك الحرمات والغيبه والنميمه والكذب وخلف الوعد. كل الحاجات دي سببها فساد في الاراده. عشان الواحد يتغير بجد، عشان نتولد من جديد زي ما الشيخ إيهاب اختار العنوان الجميل ده، اللي الواحد فعلا بيحس ان هو لما يقرب من القرآن، والله الواحد بيحس كده ان احنا يا خبر ابيض، ده في عالم اخر ما نلنا منه الا القشور. ساعات الواحد يبقى حاسس ان الآية لقى فيها معنى جميل من كلمة واحدة فيها، ويحس ان الموضوع يحتمل فعلا أضعاف أضعاف مضاعفة لو هو قاعد يفكر فيها كويس ولو قاعد يتدبرها. وإن إحنا فعلا يعني في سفح الجبل الذي وقف الأنبياء بقمته، وإن الأنبياء دول صفاتهم أولا القرآن نور، والله كده بص تلاقي القرآن ده كشاف يكشف لك الشخصيات بطريقة يعني أنتوا وصلتوا فين في القراءة؟ خلاص سورة سيدنا يوسف النهارده هتاخدوها مش كده؟ انا عايزكم تسمعوا قصه يوسف عليه السلام في سوره يوسف، وتشوفوا الشخصيات الجميله الرائعه بتاع سيدنا يعقوب وسيدنا يوسف. شخصيات يعني مبهره، القران بيحط لك ضوء جامد جدا عليها، بينورها لك. يعني سيدنا يعقوب امسكوا كلامه في كل كلمه قالها هتلاقوا فيها ذكر لله. كل جملة، حد كده حافظ سورة يوسف؟ حد يجيب لي كلمة من كلمات سيدنا يعقوب. ها؟ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. واحد عايش مع ربنا، هم عمالين يعملوا حاجة ويقولوا تالله إنك لفي ضلالك القديم والكلام الفظيع اللي بيقولوه ده، وهو عايش مع ربنا سبحانه وتعالى، يعلم أن الله هو العليم، يعلم أن الله هو الحكيم، يعلم أن الله هو المجيب الدعاء، يعلم أن الله لا يخلف الميعاد، يعلم أنه هو الغفور الرحيم، يعلم أنه الذي يجتبي، يعلم أنه الذي يؤتي، يعلم أنه الذي يعلم، يعلم أنه الذي يصطفي للنبوة من شاء، يعلم أنه الذي يتم النعمة. يعني سيدنا يعقوب في كل كلامه هتلاقيه عايش مع ربنا. وسيدنا يوسف عليه السلام الصفات الرائعة اللي فيه، وشوف الصفات القبيحة هيكشف لك كذا شخصية قبيحة. شخصية إخوة يوسف قبل ما يتوبوا شخصيات مليانة بالحقد والحسد وقلة الأدب، يقولوا إيه؟ لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. يا دي قلة الأدب، قلة أدب فظيعة جدا. يقولوا إن أبانا لفي ضلال مبين، النبي في ضلال مبين، ونبي وسيدنا يعقوب عليه السلام. عشان ايه؟ عشان انتوا مجمعين مع بعض، عشان احنا ايه؟ شله. موضوع الشله ده اللي موجود عند كل الصحاب مع بعض،
احنا شلة اجتماعهم مع بعض عشان هم شلة. طب ما بسطوش ليه؟ طب ايه اللي خلى يوسف واخوه احبوا الى ابيهم؟ الصفات. سيدنا يوسف عليه السلام وادبه البالغ وقول يا ابتي اني رايت احد عشر كوكبا والشمس والقمر رايتهم لي ساجدين، كانه مكسوف يقول له انا شفتهم بيعملوا ايه، عمال يطول 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 يقول في الاخر خالص رايتهم لي ساجدين، حتى في الاخر كده كانه مكسوف يذكر له الفضل اللي هو فيه. والاول بدا يا ابتي الكلمه الجميله دي، ف والجلسه اللي فيها مصارحه وحوار جميل، التانيين مش حاسين بالكلام ده، وصل بيهم الحقد الى ان يقولوا ايه؟ اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا، ارموه في الصحراء يخلو لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. هم اتعلموا ان الصلاح كذا وكذا وكذا، قولوا طب بعد ما نعمل العمله دي هنتوب وهنبقى قوم صالحين. والخفيف منهم اللي حقده اقل شويه مع انه حقد فظيع، قال لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابه الجب، يا للقسوه، ارموه في حته يغيب فيها غيابه الجب الكبير، لما يغيب خالص ما يبانش، اللي يبص ما يشوفش. ده هو الراجل ما شافش ان في غلام الا لما شد الايه الحبل وطلع الدلو، مش كده؟ ما شافوش انه غيابه الجب تحت خالص. يعني بتخيل كده، شوفوا كده حد منكم مرمي في بير غويض جدا ضلمه ومقلعين هدومه لانه خدوا القميص بتاعه، مش كده؟ المفسرين بيقولوا ما ان ذهبوا به سيدنا يوسف رايح عشان ايه؟ عشان يرتع ويلعب، مش كده؟ رايح رحله، وده يضربه ويلطمه ده ويديله برجله ويشتمه. ايه اللي حصل؟ ما ان غابوا عن ابيهم حتى اوسعوه ضربا وركلا وشتما وسبا، لا حول ولا قوه الا بالله. عمل ايه؟ القران يوضح لك الشخصيات المقرفه دي، شخصيات عشان نعمل ايه؟ عشان نحذر عن انفسنا منها، مش كده؟ شوفوا شخصيه ساقي الملك، الراجل الوصولي اللي بيهتم بنفسه بس. سيدنا يوسف اول له الرؤيه وقال له هتطلع هتبقى ايه؟ هتسقي الملك، واما احدكما فيسقي ربه ايه؟ خمره، وقال له اذكرني عند ربك. الراجل خمار بيسقي خمر وعايش في جو الخمر. طب بعد عدة سنوات يوسف مظلوم افتكر ان في واحد بيعرف يأول الرؤى، قال انا انبئكم بتأويله، وانت تعرف حاجة انا دي بتاعتك؟ طب يقول لهم طب هناك من ينبئكم بتأويله؟ يقول لهم انا. انت منين؟ وانت عندك حاجة؟ وانت تعرف حاجة؟ وبعدين يروح سيدنا يوسف ما يقولوش والله معلش انا نسيتك، انت لسه في السجن بقالك 7 سنين ولا 10 سنين ولا 5 سنين بضع سنين وعملت، وانا المقصر وما بلغتش الملك. طب يبلغ الملك الاول قبل ما يروح. لا، يوسف ايها الصديق، ايوه راجل بركه، انت راجل صادق صديق، وسايبه في السجن وطلع ودالهم الرؤيه وايه وسابه في السجن ولا فكر لغايه ما الملك هو اللي ايه اللي عنده كرم شويه، عنده كرم اخلاق شويه، قال اتوني به. لكن شخصيه غريبه جدا، عايز ياخد وما يديش، وينسب لنفسه العلم وهو مش اهله. عشان الواحد ياخد باله من الشخصيات دي، القران نور يوضح لنا جمال شخصيات الانبياء. فبقول لكم الواحد يقعد يلاقي ان احنا زي القشور كده، محتاجين نتعلم ومحتاجين تتغير إرادتنا، محتاجين نتعلم من القرآن ونتولد بجد من جديد بالقرآن العظيم، إن إحنا تتغير إرادتنا. مش معقول نبقى كل حاجة في حياتنا لهو ولعب، مش معقول إن إحنا نبقى إرادتنا الجاه والمال والشهرة والجنس، اللي كل يوم أنت هتلاقي زميلك بيحاولوا يدوك معلومة غايبة عنك عشان يبقى هو راجل فاهم الحاجات. الناس الكبار دول ايه هم اللي عارفينها، والشباب لسه صغير بيتعلمها، ومن خلال تربية
فاشلة من خلال الـ 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 الصور العارية والمواقع الإباحية، واللي بتؤدي في النهاية إلى فشل في الحياة الجنسية كما يقولون. سببها إيه؟ سببها اللخبطة اللي بتحصل من سن 12 ل 18 وما بعد ذلك. ما هي لو حصلت لخبطة بالأول كده بتبوظ الدنيا بعد كده. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الإرادة، عايزين نتغير زي ما عايزين علمنا يتغير، تصورنا وإدراكنا لكل حاجة في الكون. المؤمن بيشوف فيها كل حاجة يشوفها يجد من ورائها صفة أو فعلا أو اسما أو ثلاثة من أسماء الله الحسنى. لما يلاقي الدنيا تشتي يقول والله أنزل من السماء ماء. لما يلاقي الأرض نبتت يفتكر قول الله أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون فأخرجنا به نبات كل شيء. لما يبص في السماء ويلاقي النجوم يقول وهو الذي جعل النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. لما يشوف تصرفات البشر يبقى يذكر أن الله الذي جعل الظلمات والنور، جعل الخير والشر، جعل أفعال العباد، جعل هذا مقيما للصلاة إماما يهتدى به، وجعل آل فرعون أئمة يدعون إلى النار، وجعل في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها. يعني الواحد بيبص كده لبشار الأسد يقول سبحان الله، ربنا جعله من أكابر المجرمين. مش بس هو اللي بيعمل، أنت تستحضر ربنا ابتلى به العباد عشان يختبر من الذي يطيعه في الكفر والظلم والعدوان، ومن الذي يقاوم ويبذل نفسه في سبيل الله عز وجل. نتخطى عقبة اللي جوانا، عقبة الجهل اللي جوانا بالعلم وبتدبر القرآن وبتعلم تفسير القرآن وبتعلم السنة، علشان يبقى لنا إدراك واسع غير اللي احنا عليه دلوقتي، عشان نقدر نبلغ الحق للناس. نقطة تانية، عقبة تانية، سلوكياتنا وأخلاقنا. لو قعدنا نتكلم مع الناس 20 سنة وكان لقوا بعدها ان احنا بنكذب او بنخلف الوعد او ما بنوفيش الامانة، كل كلامنا هيروح حاضر. لو لقوا مننا سلوك مش كويس فيما يتعلق بالمال، بنسرق او بالشهوة، ولو لم تصل الى الزنا، عايز اقول لكم الدعوة كسبت ثقة ناس كتير جدا، وواقعتين بس حصل فيهم من البعض او ما حصلش، لكن شهر عن بعض الملتزمين سلوكيات منحرفة، اما كذب او فعل غير لائق. نبص نلاقي ان الدنيا كلها ايه، عمالة تتكلم عليهم تفقد الثقة، وربما يؤدي الى خسارة في الدعوة كلها. انت سلوكك وتعاملك مع من حولك، حسن ادبك، كفك لسانك عن الحرام، كفك عينك عن الحرام، كفك يدك عن الحرام، هو الذي هذا السلوك يؤدي الى قبول الناس ما تقوله لهم ولو كان باقل الكلمات. مش بكثر الكلام ولا بطول الكلام ولا بكثرة الخطب والمواعظ، بقدر ما سلوك الإنسان وانت ماشي، ماشي ازاي على الأرض. تأمل كده، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. الماشية الناس بتشوفها بيقع في قلبها شيء، يقع في قلبك أنه يتبختر، أنه متكبر في مشيته، يختال في مشيته. واحد يمشي على الأرض متواضعا، دي حاجة جوه القلب تظهر في مشي الإنسان، تظهر في طريقة كلامه مع الناس.
سيدنا لقمان بيقول لابنه ايه؟ ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور. البسطة دي ده معنى لا تصعر خدك لايه؟ يعني ايه لا تصعر؟ ها تميل، بتميله ايه؟ ساعات الاقي عيل صغير كده لسه بيتعلم شرب السجاير، الاقي ماسك السجارة اقول يا خبر ابيض، هو مش شايف نفسه، هو مش عارف ان هو عريان خالص من جوه، مش واخد باله هو ان في امراض كتيرة قوي ظهرت في الايه؟ في النفخة دي. طريقة كلام كل واحد مع اصحابه ومع والديه ومع اللي اصغر منه ومع اللي اكبر منه بتقول ان الانسان ده يمشي على الارض هونة او مختال ايه؟ فخور، معجب بنفسه. طريقة الكلام حركة بسيطة جدا، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. مرحا يعني معجبا، فرحان. فرحان بيه؟ فرحان بنفسه. الفرح اللي هو السرور مش محرم، وانا حرام نفرح؟ مش حرام نفرح، حقنا نفرح، بس الفرح نهون. الفرح السرور بفضل الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. السلوك، الأخلاق، بقول لكم طريقة الكلام. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. طريقة جميلة جدا إن أنا أحاول أقعد أتصور الصورة دي، شكل اللي هو سيدنا لقمان بينهى إيه؟ بينهى عنه، وشكل اللي بيأمر بيه. يعني ايه واقصد في مشيك واغضض من صوتك؟ واتخيل المقابل اللي بيزعق جامد، مش كده؟ اللي بيهيص دايما وعمال، واللي عمال يتنطط في الحركه، القصد اللي هو التوسط. الصورتين المضادتين، واحد عمال ينط ويعمل والتاني ماشي مستموت. والمتوسط اللي هو القصد، اللي هو التوسط، هو بيمشي مشي اللي يؤدي المشوار بتاعه اللي هو عايزه بالطريقة المظبوطة من غير ما حد يعني يحس ان هو راجل لا متباطئ ولا ايه ولا متسرع جدا اهوج في طريقة مشيه. والصوت، واحد صوته مش مسموع واحد صوته عالي جدا يكثر الصياح. طريقة انا حاول اشوف الصورة دي علشان اطبقها في حياتي في سلوكي، لأن زي ما بقول لكم أولا لأن النجاة عند الله بالإيمان، والإيمان مرآته الخلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا. الخلق الطيب دليل على أن في إيمان جوه، الخلق القبيح دليل على نقص الإيمان. ثم للدعوة إلى الله ونصرة الدين لا يمكن يكون الخلق القبيح، لا يمكن أن يكون سببا لنجاح الدعوة مهما كانت الدعوة قوية. إن أنا أحسن معاملة الناس. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.